افريقيا اش تعمر لنا قفه قفه ودجاج وكل شيء وحق الله. شوف ولينا كنخرجوا للسوق كنتخلعوا. كنتعذبهم ماشي كنجيو نتقداو، كنجيو نتعذبهم نمشيو بحالاتنا. كيجيوك الاثمنه. كلشي غالي، كلشي غالي، كلشي كلشي كلشي. بلادهم ولا كيديروا بيض ومطيشه في هذا رمضان، يلاه. بيضهم هذا شوف القشطه. والله شي بلادهم ولا كيطيبها اندوم كيفطر بها. كنصوموا ليه. العذاب. كنكونوا جايين كتبقاو تفكروا. وبلادهم ملي كنسولوا الخضار شحال الخضره كنتصدموا، حتى الخضار ما عليه والو، مسكين تا هو راه واخدها غاليه. تا هو شاريها غاليه، مسكين تا هو كيتعذب معانا. شحال هادي ملي ما كنشتغلها شحال كان كيكحك باش تقضي اختي؟ ولا الفريرك الفريرك اش تعمر لنا قفه قفه ودجاج وكل شيء وحق الله. دابا دابا ولينا كنتعذبوا، قلت لك العذاب العذاب هو هذا. الله ياخذ الحق في شنو تقولي لنا مسؤولين على هذا؟ كنقول لهم الله ياخذ فيكم الحق وحق الله. كنقول الله ياخذ الحق. عذبونا ويلي كاين كاين المشاكل كاين اللي كتخرج تدبر على راسها مسكينه ما عندهاش كتخرج تطلب يلا كاين اللي عطاو كاين اللي ما عطاش كاين اللي مسكين محفحف ما عندوش كاين اللي محفحف ما عندوش كاين اللي عدى ليه تامه مسكينه يلا معمر الطبله واحد معمر الشاء انا نجي والله العظيم المغاربه اختي بمناسبه رمضان كنقول لهم الله يدير لكم شي تاول ديال الخير والله يعفو عليهم من الفوق الله يعفو عليهم والله عذبوا الشعب كامل عذبوه. السلام عليكم ألا. سلام ولدي رمضان كريم علينا وعليك ولدي وعلى الجميع يجوك الاثمنه ولدي كلشي غالي ولينا كنخرجوا للسوق شوف ولينا كنخرجوا للسوق كنتخلعوا ولات حنا دابا ولا حتى النقاش مع رجالتنا ولينا كنخرجوا شوف مع رجالتنا كنقولوا قد قد تيقول لك مستحيل تقصر هذا الشيء حنا ولينا دابا خايفين ولينا عايشين في واحد المجتمع ما كاينش واحد عنده معمر الطابله ب 1000 درهم واحد ما لاقيش اتاج باش يشري ديك باكيت ديال اتاج يعمرها ما لاقيهاش حنا هذه السنين كنا عايشين بخير داز كورونا وعشنا بخير فوق الفيكي دابا جا هذا العام منيش دخل اخذنا الانتخابات كحل على بنادم وخنتشهم حقنا تما اخذناش راه بحال خنشه الله ياخذ فيه الحق ظلم عباد الله كاين مول الوليدات كاين مول كاين مسكين اللي كيجري على والدي كاين باش غيخلص واش خلص الكرا ولا يخلص الضو ولا يخلص الماء ولا يمشي للمصروف راه هادشي بزاف الله يصوب راه هادشي راه ولا بنادم تيقتل واحد على واحد علاش على 1000 ريال ولا على خبزه ولا على الله اعلم هادشي راه ولا بزاف في المغرب المغرب عندنا زوين والملك ديالنا كنبغيو وعزيز علينا ولكن قدر الله من فوق الملك ديالنا الله عمر ليدا ولكن داك عقنوش داير عباد الله كامله والله ياخذ فيه الحق في هذا العواشر. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.